السلام عليكم. المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، ومرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير دي زاد. قناة اليوم اللي نتكلموا على تحسبا للجوء إلى المحكمة الرياضية، نقولوا باللي المحكمة الرياضية طعن وفاق سطيف في قرار الفاف وين رسلوه البارح، رسلوه يامس يعني اليوم الاحد، ويرسلوا الطعن من اجل التراجع. نقولوا باللي شنا كيفاش تكلموا على زاتشي من دار القرار وخرج كانه ارتكب جرم، ما تكلم مع صحافه، ما تكلم والو، خرج هارب كل شيء هرب. وين نقولوا باللي اليوم وين انتفاضه نهايه اسبوع اسره وفاق سطيف من إدارة ولاعبين قدماء وأنصار ضد قرار الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، وقضى بتعيين مولودية العاصمة للمشاركة في رابطة أبطال إفريقيا بدل من وفاق سطيف، مع إعادة ترتيب ووضع النصر الأسود في المرتبة الثالثة بالاعتماد بطريقة المعمول عن نقاط. وطلبت أسرة النادي سطيفي بالتفعيل المادة 80 من القوانين العامة للفاف، خاصة بالبطولة المحترفة، على أن تجتمع إدارة ممثلة في مسير شركة محترفة والنادي الهاوي قصد أخذ قرارات جديدة بعد أن أعلنت عن قرار الفاف. لكن تدخل العقلاء قد يجعلها تتراجع عن هذه الخطوة، لأنها قد تسبب في حرمان النادي من حقوقه. أما عن خطوات العملية، تعتزم إدارة وفاق سطيف إيداع الطعن صبيحة اليوم الأحد وإن لدى لجنة الطعون التابعة للفاف كخطوة قانونية أولية، في انتظار الرد الأخير تحسب للجوء إلى المحكمة التحكيم الرياضية الطاس في حالة اتضحت إمكانية اللجوء لهذه الهيئة، في حين لا تنوي إدارة وفاق سطيف الطعن في قرار الفاف. وفي ذات سياق كشف رئيس ديريكتوار جابر زغلاش في تصريح للنصر بأن إدارة لن تسكت وستدافع عن حقوق الفريق، وقال مشاركتنا في رابطة أبطال إفريقيا حق مشروع، أما عن مستقبل مع نادي بعد وقف المنافسة فقد كشف زغلاش انتهت مهمة لجنة التسيير المؤقتة بنهاية الموسم الحالي، وليست لي أي نية في ترشح خلال الجمعية العامة المقبلة لنادي الهاوي، إلا ذلك يعتزم اللاعبين قدماء تقديم شكاوي عديدة توجه لوالي ولاية وزير الشبيبة والرياضة من أجل لفت انتباه للظلم الذي تعرض له وفاق سطيف، حسبهم مؤكدين على هضم حقوق النادي العريق من خلال إعادة ترتيب بطريقة غير قانونية. كيفاش والناس هذو نقولوا باللي لازم يوقفوا مع الفريق تاعهم، ويطعن نادي وفاق سطيف في قرار المكتب الفيدرالي القاضي بحرمانه من المرتبة الثانية والمشاركة في الدور أبطال إفريقيا وتحويله إلى المركز الثالث الذي يسمح له باللعب كأس الكونفدرالية الإفريقية. وإن أصدر وفاق سطيف بيان يوم الأحد يؤكد فيه أن إدارة قامت بمراسلة لجنة الطعون التابعة للاتحادية الجزائرية لكرة القدم، معتبرا أن القانون الذي اعتمد عليه لا أساس له من صحة ولا يوجد في قوانين العامة للفاف. يعني وإن نقولوا باللي اليوم وين هذه الاتحادية كشفت روحها بروحها، وحنا نقولوا لك ألماس هذاك رئيس نادي مسير من طرف مسير وصايك تاع مولودية، من هي من الأحسن الصمت، اسكت خيلك، خاص ما عندكمش كاع الكلمة، والنيف مقطوع، ما راكمش كاع، مكاش كاع، أنا وما كاش وما راكمش وما كان والو. قال له الكلب الكبيرة في حوشنا تنبح بصح ما تعش. إي تا هضرة برك، سيمانة سيمانة تا 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 تا، ومن بعد عاودتو مطحتو كي ذاك الكلب يشوف موله يولي يتقلب ويطلع فيك عائلته كلش كيما هكا، من أجل المصلحة الخاصة تاعكم، مصالح خاصة. راك تشوف كيفاش يا وزير الشبيبة والرياضة الناس كيفاش يتهموا عليك بالخب، راك تشوف إدارة تاع مولودية زاتشي جماعة كاع كيفاش تفهموا، ما تأمنش فيهم،
ما كاش ما فيهمش الامان، هذو رؤساء النوادي ما فيهمش كاع الامان، يقتلك ويجي يعزي ويبكي ويدير الطعام ويعطي يمد الدراهم معاونه وكلش، هو كاتلك هو اللي قتلك. هاد الناس هذو ما فيهمش الامان كاع، ما الاداره تاع وفاق سطيف راهم يهضروا يهضروا بعد يقتلوا لا. العصابة كيما هكا جلسة مور جلسة، واحد يهدر من واحد يهدر من واحد يهدر من واحد يهدر من، مكاش تفعيل، مكاش اسكت يسكت، مكاش الهدرة. وخروا إلا ماكمش رجال وخروا، عطوا الأنصار خلوهم يدبروا يصالحوا، عطوا الأنصار تاع وفاق سطيف خلوهم يدبروا يصالحوا، إلا راكم رجال ولا إلا مكنتوش رجال خلو مواليها كيما المولودية تغيظ. هذا يهدر مولودية، مولودية وين تغيظ على بالك فيها ناس انتهازيين، اللي يجي المولودية كونت تاع دراهم، مولودية كونت دايرينها ناس كونت اللي يجي خاصو دراهم يترفح يروح المولودية. مولودية اللي قالها عمر غريب برك، عمر غريب هذا مكان، ولا تلقاو باللي السنة راك الدوزيام والعام الجاي تدي الشامبيونة ولا تدي كوب دالجيريا كيما هكا. هذه هي هذه الحقيقة. كاين اللي يقول لك لا من أجل الأمن، الأمن كاين الأمن، كاين موالي وكاين اللي يخمولو وكاين ناس في السلطة كيفاش يخمو الأمن. ما تدخليش اتحادية تدخل تهدر من أجل الأمن، كيما نهار برناوي قالوا له كيفاه قلت زاتشي شرعي، قال لهم فيطوع البلاد الجزائري، يا ودي على الشيطان، قالوا فيطوع البلاد الجزائري، شنو دخل له؟ شنو دخل باللي تقول شرعي تكذب عليا أنا تكذب عليا؟ ما تقوليش الأمن، ما تكذبوش علينا. الامن عنده مواليه، كاين امن كاين منا، ما احنا ماهيش مؤسسه تاع امن، هذه مؤسسه تاع كره قدم تاع رياضه خويا. انا ما تجيش تكذب عليا برحمه الوالدين، هذه اللي نقولها لك، كذب على روحك بصح ما تكذبش عليا تقول لي لا ومن اجل الامن والاستقرار. تاعش الامن والاستقرار على احنا رانا في حرب ولا امن والاستقرار؟ كاين اللي راه الخاين راه باين والقاتل راه باين وكاع والخاين الوطن راه باين. انا دخلنيش كره قدم ماشي ولي واحد كرة قدم، كرة قدم خفت نخافوا على المنتخب الوطني الجزائري، وما هذه البطولة نورمالمون شكون اللي راه خاسر؟ الدولة هي تخسر دراهمها. ورولي بريزيد هيا هذا الماس هذا مي راه يهدر منه يخسر من جيبه، هيا خلص كي هو كي اللعابة، وعاد كي يديروا يطلعوا الصالير تاع لي بريم للعابة بتاعهم ياكلوا معاهم. هذا مكا عاد كان داي امتيازات وداي جي انا يجي يهدر بيتهمني باللي ودي اتحادي يوم من اجل بنا مكان لا اتحادي كاع تاع مصالح كاع انتهازيين. انا نقولها لكم كاع انتهازيين، هذه اللي ربي يخلص فيكم، اللي نقولها لكم ربي يخلص فيكم وصايك، هذه اللي نقولها ليه والله ربي يخلص فيكم، والله ربي يخلص فيكم، اللي يخدع هذه البلاد ربي يخلص فيه. خاطر على بسببكم انتوما رانا حابسين، بسببكم رانا حابسين، بسبب هذو رؤساء النوادي. شوف كي تشوف عطار راح ونجح، تشوف بن سبعيني راح ونجح، تشوف بوداوي راح ونجح، تشوف سليماني، تشوف العربي السوداني، تشوف الناس اللي راحوا ونجحوا، عرفت باللي نقعد وحدي نشوف كيما عرفت باللي ماشي قضية تاع ملاعب، ماشي قضية، قضية تاع هاد المسؤولين في كرة القدم، قضية تاع هاد الناس لا ما يصلحوش كاع، ما يصلحوش لكرة القدم، يصلحوا لأي شيء، تربية تربية كاع الهوايج، ما يصلحوش باش يكونوا مسؤولين على البنيادم. هادو يصلحوا باش يكونوا الهوايج مسؤولين عليهم، الهوايج يكونوا مسؤولين عليهم، هادو كي يقلبوا الهوايج ما ينجحوش، الهوايج يولوا يموتوا، هادو كي يبغوا يعطوا حديقة حيوان بيسيرها، الهوايج يموتوا، هذه باش يكون على بالكم. كاش يجي يغلطكم كاع رانا نعرف غير تشوف سي بالك شهر هذاك العزيزي الشامبيونه ما نعطوهاش السي ار بي ويديروها 20 وطاق على منطار ما يعرفش يكتب اسمه، دايرينو في الاداره دايرينو يخلص الدراهم وصايي اسمه وصايي يخدم عليه. هذه هي الحقيقه، هذه هي الحقيقه، هذه اللي بغيت تهدر هدر هذا الصح. ليش انا يجيني تعمر لي راسي بالكذب تاعكم؟ كي تبقى تشوف الناس كيفاش نجحت راحوا اوروبا ونجحوا، عرب اللي هنا تعطيهم حديقه حيوانات يخسروها، حديقه حيوانات يخسروها، هذه باش يكون على بالكم. كاش قال لي يجي غلطكم تعطي حديقه حيوانات يجي يخسرها، هذو ما يصلحوا لتا حاجه، هذو تاع مصالح يضغط منا يضغط من ليا. اتهم مع رئيس اتحاديه هذا الماس، اتهم مع رئيس اتحاديه بداو شويه انصار عطاه دوزيام بلاص، قال لك من اجل الامن والاستقرار، الامن والاستقرار جايب لي انا زوج دراري انا تقول لي امن واستقرار،
تخوف فيا بالامن والاستقرار تاعك يا ول. علاش احنا رانا في حرب اهليه ول؟ وين امن الاستقرار في الفوتبول؟ امن الاستقرار خدم الشبيبه راه اخر منا الناس تخدم صايك الناس كازا هي تخدم امن الاستقرار هي تعطي اللمسيه دوزيام بلاص تقول لي امن الاستقرار تكذب عليا هذه كاع ما كانش هذه والله ما كانها كاع كي تعطي اللمسيه دوزيام بلاص تقلع وستيف ماشي امن الاستقرار ستيف لا ستيف ببوش وين نهضر القوانين ما على بالكم عابسين ضرب كيزا تشيع بس القوانين الاتحاد اش يديروا يدق دقك يدق دقك كيزا تشيع بس القوانين عبس عبس القوانين الرابطات الجهويه والولائيه شيقولوا شيقولوا هذوك يولوا يخموا هذه تاع خدم وخليني خدم وخليني طالق لهم علاش قايب غوزاتشي خاطش على طالق لهم السوق طالق لهم خدم كيما بغيتو المهم خلوني راني ناكل وانتوما كولوا ورانا نمشوا والفساد خير ربي والنهار اللي تبغي تلمها ما تصيبهاش غادي نهار اللي نبغوا نلموها والله ما صيبوها انا نقولها لكم هذه اللي نقول لكم غادي نهار اللي نبغوا نلموها ما صيبوهاش خلوها كيما هاك والنهار اللي نبغوا نلموها ما صيبوهاش 20 فريق تي غادي وربعه يطيحوا عقلوا عليها.